الانسان المحافظ الحقيقه حاطط كل الجهود ممكن تضعها المحافظه لكل انواع الشراكات القانونيه وتدير عوائد محترمه على نطاق الصحفيين والتي تقدم خدمات محترمه لاعضاء النقابه الصحفيين في القطع الارضيه. دي اجراءات اتفقنا على الملامح الاوليه هنبدا فيها تنفيذيا بشكل فوري. هتكون هناك زياره اخرى للاسكندريه وعروض ايضا زي ما كنت بقول دلوقتي احمد تمام ايضا محفوظه من الناحيه القانونيه بلجان قانونيه وبكل ما يستلزمه القانون من اجراءات. ليه؟ لانه احنا هندفع في الارض ده شو عارفين القيمه الحاليه كل سنه 2 مليون جنيه حق الدفاع قبل الزياده. يعني السنه الجايه ممكن يبقى قرابه 200,000 جنيه في الشهر. لا احنا بعد 15 لا كان عندنا 49 مليون هو عامل 50 هنا كام؟ دفعنا منه 300 هنا 22 ونص دفعنا منه 5 على 7 وكل سنه حق الانتفاع قائم والدوله من حقها تزيد فانت لازم يبقى عندك شيء استثماري يضخ عليك على الاقل فوق ال 200,000 جنيه في الشهر اللي يقيم حق الانتخاب مع تقديم خدمات للصحفيين او في الحاله الثانيه والامور جذريه تفضلوا قطعه الارض هي اصلا ديون يشكلها مع بعض. الحاله الثالثه يا تاخدها وتديرها صح بحيث تغطي الانفاق يا ترجعها وتكتفي بالخساره الحاليه الجايه وتروح في خساره اكبر في المستقبل. احنا اخترنا الحل الاول وزي ما قلت جهود زملائنا في نقابه الاسكندريه والسيد المحافظ اللي بيعاود شكري الجزيل له الحقيقه السيد اللواء محمد الشريف. احنا بالفعل عندنا يعني امكانيات ودراسات جيده وانا اتمنى لو اي حد من اعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء النقابه عموما عنده اي افكار احنا بنرحب بيها. افكار عمليه يعني نبدا ايه؟ نعمل ايه؟ مين عنده ايه؟ عشان ناخد اجراءاتنا القانونيه لان هذه الارض قد تكون منحه وقد تكون نقمه. لو هي منحه هنعرف نديرها، هتبقى محنه هنتورط فيها. الشيء الاخير في الارض قبل ما امسك حضراتكم بس حضرتك تسال احنا كان عندنا فلوس حضراتكم تعرفوا ان كان في قطعه ارض في التجمع الاول مخصصه لنادي من الصحفي بعضكم الناس معايا خالص رحمه الله عليه الاستاذ ابراهيم نافع كان اتى بقطعه ارض تزيد عن 50,000 متر. لما حضراتكم بيطلع على دائري من عند شارع الموزه شارع الثوره هيلاقي حاجه اسمها دار سلطان. دار سلطان دي ارضكم. جارد النقابه. يزيد. جارد مخصصه كنادي. وللاسف الشديد هذه الارض دفع فيها لا يزيد عن 11.5 مليون جنيه. على الدفعه. وتوقفنا عن الدفع وذهبنا الى المحكمه. لاسباب لا اريد ان اناقشها الان خسرنا كل الارض. وسحبت كل الارض. دخلنا الارض وانا رجعنا الفلوس. انا ذهبت الاسبوع الماضي قلت للسيد الرئيس مجلس الاداره وشركه مجلس مصر للاسكان والتعمير رسميا بقى خمس شركات في مصر والتقيت معاهم على استشاره القانون بتاع حضرته ورئيس المحكمه المحترم وجلسنا واتكلمنا وهم الان يدرسون الموقف اللي وفقا للقانون. احنا عندنا مطالب طبعا هم استمعوا ليها بشكل كرم واحنا هنكمل في هذه المطالب وهنوصل معاهم ان شاء الله لصيغه محترمه قانونيه تتيح لنا وتتيح لنا ايضا مواد نقدر نستخدمها فيما لدينا من